بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. مع النقطة رقم 11 واللي هي الأوتو أر بي مالتيبل كانديديت أر بيز. طبعا احنا اتكلمنا على الأوتو أر بي وإزاي بيشتغل وإيه الحدوتة بتاعته. قلنا لو في أي جروب ملوش أر بي بيخش النتورك على إنه إيه دنس مود. أنا شغال سبارس دنس مود عشان انشر معلومات الار بي داخل التوبولوجي بتاعتي. طيب ماذا لو ان الار بي بتاع النتورك وقع لاي سبب من الاسباب؟ خلاص الترافيك هيخش ان هو دنس، مش كده؟ فانت هنا في النقطه دي محتاج تعمل ايه؟ ريدندنسي، وفي نفس الوقت جنب الريدندنسي تعمل ايه؟ لود بالانس. تقول والله ان الار بي واحد هيخدم النص الاول من رينج المالتي كاست اللي هو من 224 ل 232، والار بي الثاني هيخدم من 32 ل 239. انا رينج المالتي كاست بادئ كام عندي؟ مش من 224 224.0.0.0 وبينتهي عند كام؟ 239.255 255 255، صح كده؟ تمام. حلو، نص الرينج ده كام؟ يعني انت قفزتك هنا بكام؟ ب 16، 224 ل 240 تقريبا، ب 16. نص ال 16 كام؟ 8. فانت عايز مثلا ار بي بيخدم النص الاول من الرينج، وعايز ار بي تاني يخدم النص التاني من الرينج. يبقى انا عندي دلوقتي كام ار بي هيكونوا في النتورك؟ وعايز لو ار بي وقع، لو الار بي وقع، لو ده وقع التاني يبقى ايه؟ يحل محله. بس الحدوته ليها اصلا يعني شويه قواعد كده لازم ابقى عارفها. دلوقتي انا عندي راوتر 1 وراوتر 3 هيبقوا ار بيز كانديديت ار بيز رانديفو بوينتس، وهنخلي راوتر 6 هو مين؟ المابينج ايجنت. هنقول 224 بيسيرف الجروب مالتي كاست مثلا، هديك مثال 224 دوت 1.1.1. لو قلت ان راوتر 3 بيسيرف نفس الجروب، نفس الجروب، المابينج ايجنت لما ينشر المعلومات بتاعه الار بي الخاصه بالجروب ده يختار لهم، يختار لهم، يختار للناس دي اللي موجوده راوتر 1 ولا راوتر 3؟ قال لي صاحب اعلى اي بي ادرس فيهم راوتر 3 اللي هيتم اختياره. طب هو في حاجة قبل الاعلى اي بي؟ قال لي الجروب اللونجست ماتش، يعني ده سلاش كام مثلا؟ ده سلاش 4. لو الراجل ده بيسيرف ال 224 واحد 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 سلاش 4، وده بيسيرف المالتي كاست 224 واحد 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 سلاش 5، قال المابينج ايجنت يختار اللونجست ماتش زيه زي الراوتينج بروتوكول كده، يسيب راوتر 1 ياخد اللونجست ماتش. طب لو تساوى البريفكس قال لي اختار صاحب ايه؟ اعلى اي بي ادرس. anyway في السيشن بتاعتنا دي دلوقتي عندي مالتيبل ار بيز راوتر 1 وراوتر 3، محتاجين نعمل الاتي: ان راوتر 1 يسيرف الجزء الاول من الرينج، والراوتر 3 يسيرف الجزء الثاني من الرينج، ولو راوتر 1 وقع راوتر 3 يشيل الرينج كله، وعلى العكس لو راوتر 3 وقع وراوتر 1 موجود يشيل الرينج كله. ازاي هنعمل الحدوته دي؟ انت معايا؟ الموضوع هيمشي ازاي دلوقتي؟ اوكي، بيقول لي you may want use multiple RBs in case where you want load balancing.
or redundancy or both. So هتعمل load balance, تعمل redundancy or both. If your goal is load balancing, try to configure the group mapping access list so that every RB serves a range of the groups. ده اللي احنا نعمله ونشوفه. If your goal is redundancy, make both RBs serves the same group range. The one with the highest IP address will selected by the mapping agent. Anyway, خلينا نشغل ال RB الأول وبعدين نشوف إزاي هنقول إن راوتر 1 يعمل ده وراوتر 3 يعمل ده. IP multicast routing على كل الرواتر. Actually خلينا نكونفيجر كل دول ونرجع. شغل الاثنين RB مهندس وبعدين. هنشغل الاثنين RB. أوكي. أوكي. كده احنا عملنا كونفيجر للسبارسنس مود والمالتي كاست راوتنج على كل الراوتر. راوتر 1 بقى هنخليه يبعت الانونسمنت طبعا هننيبل البيم على البيم سبارسنس مود على اللوب باك بتاعه راوتر 1. بص بقى وبرده راوتر 3 بما انه يبقى ار بي كمان معانا و نكونفيجر المابنج ايجنت عشان ما نرجعلوش تاني. راوتر 6 هيبقى المابنج ايجنت بتاعنا. طيب دلوقتي بقى الحدوتة بتاعتنا. راوتر 1 هنكونفيجر اكسس ليست هنسميها راوتر 1 جروبس. راوتر 1 هيسيرف مين في الجروبس؟ بص بقى انا عندي اكسس ليست يعني فيها ديناي وفيها بيرميت. لو انت حطيت ديناي في الاكسس ليست بتاعه الار بي قال لي الديناي دي مش معناها ان هو هيديناي الجروب ده بس, ده معناه ان الجروب ده هيخش النتورك على اساس انه دينس مود مش سبارس مود. انا مش هبقى له ار بي ده, انا بقول ان انا مش هبقى ار بي للجروب ده. طب يا وقع الشوم دي هنعمل فيه ايه؟ ده ندخله دنس مود النتورك خلاص. طيب هنا لما اقول له بيرميت الجروب ده من 224.0.0.0 ل 7 255 255 255 ده ينتهي فين؟ لما احط الوايلد كارد بالشكل ده عن 231.255 255 255 تمام. ده كده هنا ده الرينج ده او الوايلد كارد ده بيقول ان انا هبدا من هنا وانتهي هنا. ده راوتر 1. طيب تعال بص الراوتر 3 بيقول ايه؟ ان انا هبدأ من 232 واقفز بالسبعة دي. انت تنتهي فين يا عم الحاج؟ لك همتين 239 صح كده؟ ده الوايلد كارد بتاع ده. فبيسكلي مين اللونجست ماتش ار بي للجروب الاول جزء في الرينج 224 هيبقى راوتر 1 ده سلاش 5. ومين الار بي للجزء الثاني المابنج ايجنت هيختار مين في الجزء الثاني؟ هيختار راوتر 3 لانه اللونجست ماتش. طيب بص السطر الثاني ده هنا متساوي, ده كامل الرينج اللي هو ايه القفزه كلها من 224 ل 239 محطوطة عند راوتر 1 ومحطوطة عند مين؟ راوتر 3. ده معناه ايه؟ معناه لو واحد فيهم وقع التاني ايه يقدر يمسك محله. طب لو الاتنين موجودين المابينج ايجنت يختار مين؟ اللونجست ماتش. ماشي بعد اللونجست ماتش يختار ايه؟ الهايست اي بي ادرس. ماشي ده كده انا عامل ايه؟ عامل حاجتين في نفس الوقت. عامل لود بالانس. يعني ايه لود بالانس؟ يعني راوتر 1 هيبقى يسيرف جروب معين مجموعه معينه
الجزء الاول من الرينج، وراوتر 3 هيسيرف الجزء الثاني من الرينج، وايضا عامل ريدندنسي، يعني لو واحد وقع ادي السطر الثاني في الاكسس ليست بيشيل كل حاجه. ماشي، مفهومه ولا محتاجه توضيح اكتر؟ لا تمام، هندسة سهلة اوكي. واضح. نحط الاكسس ليست هنا طبعا. الكوماند بقول له ايه؟ اي بي بي ام سند الاناونسمنت من اللوب باك 0، احنا عرفناها تي تي ال ب 10، مع الاكسس ليست جروب ليست ورقم الاكسس ليست بتاعتنا اللي هو ار 1 جروبس، عند ار 3 نفس الكلام. كوبي ونروح لوان، وبعد كده نروح لثري. كوبي ايه الكوماند اللي ممكن نستخدمها عشان نشوف الحدوتة دي؟ اول حاجة الكوماند اللي هيبقى يعني مفيد معايا بالنسبة لي قوي، do show ib bim rb mapping. ده بيقول لي انا الار بي هنا، وده بيقول له ايه انا الار بي هنا. بص بقى، هو احنا ما عملناش ريلود، طبعا هو بس احتاج شوية وقت عشان التنل يقوم بتاع ال ار بي. طبعا كل مرة هتكتب دوشو اي بي ار بي ام بيم ار بي مابينج هياخد وقت عشان هيعمل ريزولف. انا محتاج الغي بس البيهيفير ده، اقول له نو اي بي دومين لوك اب على كل الرواتر كده عشان ايه ما يعملش ريزولف لاي حاجة. وبعدين تعالى اقول له دو شو اي بي بي ام ار بي مابينج. دلوقتي تعالى نقرا الداتا اللي وصلت لكل الرواتر. راوتر 2 هنا بيقول انا سمعت ايه؟ بص يا سيدي، ان كامل الرينج لو 224.0.0/4 كامل الرينج، مين هيعمل له سيرف؟ اللي هيعمل له سيرف هو راوتر 3. ليه؟ ليه هيعمل له راوتر 3؟ ان هو الاعلى اي بي ادرس لكامل الرينج. لكامل الرينج راوتر 3، عشان عندي اكسس ليست فيها سطرين متشابهين هنا. ادي السطر ده، مش هو السطر ده؟ تمام. طيب مين اللي سيرف الرينج بالكامل في حالة وجود الاتنين احياء؟ صاحب اعلى ايه؟ اي على بي ادرس اللي هو راوتر 3. طيب فيما يخص ال سلاش 232 فما فوق، مين يعمل له سيرف؟ 10.3.3 برضه. تمام. في اي ثينك ان في حاجة ناقصة هنا، المفروض 224.0.0.5 موجودة فين؟ ليه ما جاتش؟ Yeah, there is. This is wrong here. We should not see this one here. No, you're right. ده اللي عامل معانا المشكلة. طيب نشوف بعد كده ايه الموضوع. انتظر قليلا. Let's just clear. Here IV M RB Navi.
برضو في ستاتيك هنا عند 4، احنا مش شلناش الستاتيك. هتلاقي نفس الكومنت موجودة يا مهندس. Oh come on. Okay. We shall run section RB. Yes. Now. Yes, now we have it. بص كده يا صديقي العزيز، راوتر 1 شايف 224 سلاش كام هنا؟ 5. خلينا على راوتر بعيد اهو، راوتر 11 اللي هو تحت خالص. راوتر 11 بيقول ان الجروب 224.00 سلاش 5 مين اللي هيسيرفه؟ 10.1.1.1 اللي هو راوتر 1 اللي هو اللونجست ماتش. وكامل الجروب هنا انا طبعا كنت عملت كليرنج، فعشان كده بيقول لي ان واحد كمان هيخدم ده كله، المفروض ثلاثة اللي سيرف ايه كامل الجروب مش واحد. خلينا نشوف تاني اهو كده المعلومات ايه ظبطت معايا كده. الاوت بوت ده الصحيح السليم اللي المفروض نقراه، الجروب 224.005 سلاش 5 00 سلاش 5 اللي هو اخره كام؟ اللي هو اخره 239 دوت 205 سوري لا 231 بالظبط. يبقى من الجروب ده لغايه هنا مين هيسيرفو؟ راوتر 1. مين اللي جايب لي الكلام ده؟ المابنج ايجنت. طب كامل الجروب، كامل الجروب هنا الموضوع متساوي، يبقى يسيرفو صاحب اعلى ايه؟ اي بي ادرس 3 3 اكبر من ايه؟ من 1 1. طيب الرينج الثاني، النص الثاني من الرينج قال لي مين يسيرفو؟ ادي 232 سلاش 5 مين يسيرفو؟ راوتر 3 لان ايه؟ اللونجست ماتش هنا. طيب تعالى الجروب اللي حصل له ديناي في الاكسس ليست، انا عملت ديناي لمين؟ للجروب ده هنا 224.10.10.10 عملتها ديناي عند 1 وعملت لها ديناي عند 3. المابنج ايجنت يطلع الديناي بتاعت مين بقى؟ طالما انا عامل ديناي وانت عامل ديناي، المابنج ايجنت يختار الديناي بتاعت مين فينا؟ انسر مي. يبقى هنا المابنج ايجنت يختار الديناي بتاعت صاحب اعلى اي بي ادرس اللي هو راوتر 3. وبما ان دي نيجاتيف حاطط علامه الماينس هنا، دي نيجاتيف، يبقى دي هتخش النتورك على اساس ان هي ايه؟ دنس مود. ماشي؟ عشان دي ملهاش ار بي يا مهندس، ولا عشان انت عامل لها الديناي؟ دي اتعمل لها ديناي، فطالما اتعمل لها ديناي في الار بي، الار بي ده بيقول ان انا ابعد عني ده، انا مش هخدم ده، والار بي التاني بيقول كمان انا مش هخدم ده. طب ده هنعمل له ايه؟ ندخله النتورك على انه ايه؟ دنس مود. ماشي؟ تمام. عموما كفايه كده لغايه هنا، انت بتنام وانا كمان بنام معاك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.